أول شيء أنا فخور باستضافة دولة الإمارات إمارة دبي لهذه بطولة العالم للشباب والناشئين 2022 للمبارزة. هذه البطولة طبعا شارك فيها ويشارك فيها 102 دولة وما يفوق 1600 لاعب ولاعبة. هذه الأرقام تبرهن نجاح هذه البطولة قبل بدايتها. ما في شك شهدنا باليوم الأول مستوى متطور لأداء لاعبين المبارزة، وتم تتويج دول نافست منافسة قوية صراحة في الأسلحة الثلاث. هدفنا إحنا تنظيم بطولة متميزة للاتحاد الدولي تدعم استراتيجية دولة الإمارات في احتضان بطولات عالمية، وكذلك إشراك المنتخبات الوطنية في هذه البطولة لإكسابهم خبرة دولية وكذلك منافسة على مراكز متقدمة. طبعا البطولة تقريبا 9 أيام وإن شاء الله نحقق فيها إنجازات متقدمة لمنتخبنا الوطني. الحمد لله، يعني أنا أشكر رؤساء اتحادات الدول العربية على ثقتهم في إدارتي ورئاستي لهذا الاتحاد. يعني بالأمس كانت انتخابات وتم تزكيتي وتم إشراك جميع دول عربية في المنظومة الجديدة العربية. تم نقل مقر الاتحاد العربي إلى جمهورية مصر العربية، لأن اليوم جمهورية مصر العربية تصنيفها الأول عالميا في المبارزة. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأسيوية والمكتب التنفيذي اليوم صباح هذا اليوم، وتم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأسيوي والاتحاد الأفريقي والاتحاد اللاتين الأمريكي في توأمة بين هذه الثلاث اتحادات في تطوير منظومة العمل الرياضي، توأمة الموازنات، توأمة الاستراتيجيات، الموقف الدولي، وتوحيد الآراء للتعاون بين هذه الثلاث قارات. فأنا أتوقع اليوم برئاسة الاتحاد العربي ستستفيد من هذه المنظومة العالمية.